أنا حصل في مدينة الرياض وحصل الموقف معي أنا في أحد مدارس الرياض. جاءني أحد المعلمين قال لي: أبو محمد، الطالب فلان نايم. قلت: طيب صحة؟ قال: محمد أمس نام وصحيت الحصة الثانية ونام للحصة الخامسة. قلت: والفسحة؟ قال: ما حد قومه ولا حد صحة ولا حد. يا المرشد الطلابي؟ قال: نعم. قلت: راح شوف الطالب. أخذ الطالب إلى غرفة الإرشاد الطلابي، بغى أخذ منه، كلم غيره، قام يبكي ولا تكلم ولا كلمة. رجع لي قال: محمد، ترى أنا الولد إما أنه عنده صدمة نفسية قوية جدا بحيث أنه لا يثق بي ولا بغيري، يعني حتى دخل علي ما قال السلام عليكم، سكت صامت ورأسه إلى تحت. قلت لأخونا عبد الله المني، الله يرحمه ويغفر له، قلت له: شوف الوضع قبل لا أتدخل أنا كمدير مدرسة، أنا آخر مرحلة. نفس الشيء، قلت: خلاص الآن احنا نهاية الدوام، خلوا يمشي. جي من بكرة ولا جاني إلا الحصة الثالثة. على طول الوكيل جاب لي، ما دخله، قال: محمد، ترى الطالب فلاني جاء الحصة الثالثة. وسألناه: وينك؟ قال: والله تبوني ولا أرجع؟ قلت: لا 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 لا، يرجع. جيبه. دخلت الفصل، تعال ولدي بارك. يوم يا أخوان والله يا جماعة، يوم قلت له ولدي فتح عيونه هالشكل، قلت له: تعال يا ولدي. أنا ما أقول طلابي إلا يا ولدي، والله يوم قلت له يا ولدي ولا فتح عيونه هالشكل. أنا يوم فتح عيونه وعندي الخلفية قلت: ما أدري هو لحظة هجوم، هو لحظة أني ضغطت على جرح معين، لا أعلم. قال: أنا ولدك؟ قلت: نعم أنت ولدي. كل هالفصل 700 طالب اللي عندي أولادي ذولي. قال: نعم يا سلام. قلت: أنت الآن ولدي وأنت أخوي. قال: كيف؟ قلت: ولدي وأنا أخوي. قال: أنا ما عندي أخوان، ما عندي إلا أخوات. قلت: أنا أخوك. يا سلام. قال: أبيك تكون أبوي. قلت: أنا أبوك في المدرسة. بس استعديت أن الولد في انفجار، في انفجار داخلي، بدأ ينطلق. واضح واضح، يعني حتى حركاته، يعني المويه مره ياخذها مره يردها، مره ياخذها مره يرجعها. قلت: سكر الباب. سكر الباب. قلت: تعال، ايش عندك؟ انت العام الماضي عندنا ولا احسن من عندك، ما شاء الله نشاطك الرياضي في الاذاعه، الان ما صارنا 15 يوم بادين وانت تنام يا ولدي، مو معقوله. وجاك الاستاذ فلان، والاستاذ فلان مربي على مستوى الرياض، مربي، تقول ما عندي شيء. أنا لو عندي مشكلة أروح للأستاذ الفلاني. قال: يا أستاذ، توعدني؟ قلت: شو وعدك فيه؟ قال: ما تقول لحد. قلت: ما أقول لحد، شو عندك بس قل لي. قال: أستاذ سر. قلت: سر، قل لي بس. قال: والله يا أستاذ، أنا وضعي في البيت خطير. قلت: خير. شاب صغير. قال: أنا أطلع من المدرسة وأبدأ من صلاة العصر إلى 11 بالليل. قلت: شو تسوي؟ قال: أنا شحات بالشارع. لا أشحت بالشارع. قلت: شوف يا ولدي، لأن الصراحة بدأ عندي ألم داخل طالب عندي وأنا ما اكتشفت مشكلته إلا بعدين، يعني أصبح مدير فاشل إن لم أكتشف حالة طلابي، وكذلك الفريق اللي يعمل معي ضعيف، لا مرشد طلابي ولا وكيل ولا الأخوان اللي يعني اللي عليهم الاعتماد. بديت أتألم. قلت: لا تألف لي قصص وتسوي لي أفلام. قال: ما أنت مصدق؟ قلت: أنا ما أكذبك. قال: تعال اليوم بالإشارة الفلانية، شوف أمي جالسة هنا وأختي هنا وأختي هنا
وأنا هنا. والله يا أخوان بدأ يعني شعر جسمي بدأ يقف، يعني يعطيني دلالات صحيحة. مو معقول يسوي يعني سيناريو فيلم قاعد يصلح لي. قلت اثنين من المعلمين والوكيل، قلت يا أخوان بعد صلاة العشاء إذا صليتوا اطلعوا وروح للإشارة الفلانية، فعلا تجدون الشيء هذا؟ قال المهم والله راحوا. الساعة 9 كان يتصلوا علي، قال محمد الولد اللي قال لنا حصلناه بالحرف. أكيد؟ قال نعم. نتركه؟ قلت اتركوهم لا حيكلمهم، تعالوا عندي المدرسة. صار من بكرة جي الطالب. قال استاذ جيت؟ وقلت لا ما جينا. لكن انت وين بيتكم؟ قال احنا بيتنا عند المسجد الفلاني، والمسجد الفلاني فيه الفلان هو اللي يصلي فينا. احد المعلمين فعلا بجنبهم اتصل على الامام جاني للمدرسة على طول. اجتماع رباعي. قلت اخي الكريم ترى عندنا قضية إنسانية وحنا الأولى فيها كمدرسة. ما 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 لحد الآن ما أغفل جول جمعية البر ولا أدري، لكن أنا يهمني طالبي قبل لا يذوب ويتفتت. قال والله يا أخي الكريم أنا لن أستطيع أزيدهم إلا 150 ريال أضعها عند البقالة يأكلون منها. أبوه وينه؟ قال أبوه مريض نفسي، يحضر مرة في الشوارع مرة في البيت مرة عند أهله مرة عند خواله، أبوه ضايع. أحد المشرفين في جمعية البر اتصلت عليه، أستاذ كذا شو أخبار بيت فلان 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 فلان؟ قال والله كنا نعطيهم، تالي قال عندهم راتب تقاعدي ما قدرنا نعطيهم، الحالة تستدعي. على طول اجتمعنا بالمعلمين قلنا يا اخوان 100 ريال من كل واحد. قال ابشر والله جمعناهم، احنا فينا 30 معلم. رحت انا واختي وزوجتي الى بيت فلان، رحت الى احد المحلات تقضينا ب 1000 ريال رز زيت كل حاجه. قعدت برا دخلوا داخل اعطوهم ما تجود به النفس. فعلا شفنا الحالة تستدعي. الأهل تكلموا وياها، قال والله احنا المسؤول عننا الإمام. انتهى دورا، قالوا أهلي خلاص احنا بعد إن شاء الله شهر بنجيكم وباقي المبلغ عندنا. اجتمعنا بالإخوان قلنا يا أخوان ترى هذا أمس اللي صار كله. قالوا محمد لازم ندبر لهم بيت غير هالبيت، وحنا مجموعة المعلمين نتكفل في هذا الإيجار. ما شاء الله. 16000 ريال. والله فعلا بعد يومين 16000 كلها موجودة. يا سلام. أحد الأخوان سولف على أمه، قالت ولدي ليه ما قلت لي؟ هذه 10000. تجمع المبلغ 34000. قلت يا أستاذ، قلت نعم، قلت راح أفتح حساب في البنك يعني باسم الأسرة هذه عن طريق العلاقات. جزاها الله خير ألف ألف مرة. أحد صاحبات السمو الملكي درت بقصة المدرسة ودرت بالأسرة، بدأ الاتصال بينا. قالت يا أخوان شو ناوي تسوون؟ قلت والله احنا ناويين نسوي يعني نأجر سنة وسنتين واللي كل شهر نقبل. قالت لا ودي أشارككم ونشتري شقة لهم. يا سلام. وفعلا بعد 14 يوم والله العظيم انهم ساكنين في شقة ما شاء الله الحمد لله، وسجلناها باسم الزوجة وباسم الأولاد كلهم. فهذه حقيقة دور المعلمين ودور المدرسة، وخاصة في مجتمعنا ترى الخير موجود. وأنا ترى يمكن أقل مدير على مستوى مدينة الرياض، يبذلون جهود كبيرة جدا، وعلى مستوى المملكة ربما أكثر. والدكتور حمد جزاه الله خير كذلك له دور في إخوانه في دول مجلس التعاون. فبيئتنا واحدة وقلوبنا متعاطفة مع بعض، وهذه ما أحببت أشارك فيه هذا اليوم.